سائل يقول: فضيلة الشيخ، تفوتني صلاة الفجر كثيرا ولا أصلي إلا بعد طلوع الشمس إذا أردت أن أذهب لدوام، وهذا الأمر قد يتكرر مرارا، فهل علي شيء وماذا أصنع لكي أحافظ على الصلاة في وقتها؟ أصنع أمورا. الأمر الأول أن تنام مبكرا، أن تنام مبكرا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لأجل أن ينام الإنسان مبكرا حتى يستيقظ مبكرا. هذه واحدة. ثانيا، أن يكون عندك نية عند النوم وعزم وتصميم على أنك سوف تقوم لصلاة الفجر، فحينئذ سوف يسهل عليك القيام. ثالثا، أن تستعمل منبها، ساعة تجعلها عند رأسك تنبهك، وإن خشيت أنها إذا صوتت غمستها وسكتها وبقيت نائما أبعدها عنك قليلا. وكان بعض الناس من حرصه على الصلاة يجعل الساعة المنبهة في تنكة، تكون التنكة، ويبعدها عنه من أجل أن يكون صوتها قويا حتى يقوم. افعل هذا، ما في مانع. رابعا، إذا لم يتيسر لك هذا فاجعل التلفون عند رأسك إن كان عندك تلفون، وقل لأحد إخوانك إذا أذن الفجر فازهم عليه. المهم أن الإنسان يستطيع أن يفعل الأسباب التي يتوصل بها إلى أن الاستيقاظ حتى يؤدي صلاة الفجر في وقتها. ومن عود نفسه الكسل فإنه لن يزال على كسل. أما صلاته في هذا وقتها فإن كان يتعمد هذا فصلاته غير مقبولة، مردودة عليه لو صلى ألف مرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه.